مودي للنبأ الرئيس في هذه النشرة بنشر شهادات جنود إسرائيليين قالوا فيها أن قادتهم حثوهم على استهداف المدنيين الفلسطينيين في الحرب الأخيرة على غزة. معنا من تل أبيب أفخاي أذرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. أهلا بك سيد أفخاي. ما هو رد فعل الجيش الإسرائيلي على اعترافات جنوده بأن قادتهم حثوهم على إطلاق النار دون التمييز بين مدنيين أو مقاتلين؟ نعم، نحن مرة أخرى نواجه تقرير آخر من منظمة حقوقية تتهم الجيش الإسرائيلي بما يسمى بعمليات مناهضة للقانون الدولي أو جرائم حرب بين قوسين. وأولا يجب علينا أن ننتقد مصداقية هذا التقرير، لأن هذا التقرير ولا كعادته لم يقدم علينا قبل إصداره لنرد عليه، وفقط أصدر في بعض وسائل الإعلام وبعد ذلك طلبوا منها الرد. ثانيا، هذا التقرير يضمن العديد من الشهادات، نحترم كل هذه الشهادات ولكن ليس فيها أي معلومات عن المكان الذي خدموا فيه هذه أولاء الجنود في قطاع غزة. ثانيا، لا يعطوننا أي معلومات عن القوة التي شاركوا فيها، المكان المحدد في قطاع غزة، رتبة هؤلاء الجنود، ولذلك هذا فقط يدلل على مصداقية هذا التقرير. بالنسبة إلى كل ما قيل وألقي علينا من تهم حسب هذا التقرير، أولا المنظمة تقول أن هؤلاء الجنود خدموا في كل القطاعات خلال العملية الأخيرة في غزة، وأن غالبيتهم لا يزال يخدم الآن في وحدات الجيش الإسرائيلي. وتعقيبا على كلامك أن هذه المنظمة حقوقية، هذه المنظمة من يقوم يعني إعداد هذه التقارير هم ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هم ليسوا بعيدين عن الجيش الإسرائيلي. نعم، وكما قلت إن أرادوا فعلا إن أرادوا أن تشكل لجان تحقيق على سبيل المثال للتحقيق حول اتهاماتهم إلينا ولجنودنا ولقاداتنا، فكان لهم من الأفضل أن يقدموا كل هذه الدلالات وإثباتات وشهادات إلى الجهات المعنية في جيش الدفاع، ولكنهم اختاروا أن يعطوا كل هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام. لماذا ذلك؟ هذا يدلل على مصداقية هذا التقرير. أنا برأيي أنهم يريدون أن يقومون بحملة دياعية لأنفسهم ولكنهم لم يذكروا صورهم، يعني صور هؤلاء الأشخاص وأسماءهم ورتبهم كما ذكرت وكما ذكرت المنظمة لم يذكر. ألا تعتقد أن هذا خوفا من ربما تكون مساءلة من قبل الجيش، جيش الدفاع الإسرائيلي، أنهم أعلنوا عن هذه التصريحات وهذه المعلومات؟ أولا نحن نحترم، وإن أرادوا هؤلاء الجنود أن يكونوا بدون يعني لا يعطوا أسماءهم فأهلا وسهلا، هذا أنا أحترم ذلك، ولكن أن لا يعطوا أي معلومات عن المكان المحدد. يعني أنتم تقولون يعني على سبيل المثال يتهمون الجيش بأنه قام بعملية أو بعمل يعتبر جريمة حرب في منطقة الشجاعية، لا يعطوننا المكان التاريخ والقوة التي شاركت في هذه العملية، يقولون إن الجيش نفذ عملية نفذ جريمة حرب في حي شجاعية. طيب أنت يعني تتهم شريحة من الجيش الإسرائيلي أو من أدلوا بشهاداتهم بأنهم يكذبون؟ لا، أنا لا أقول أنهم يكذبون، أنا فقط أقول أن التقرير جدي بهذا الخصوص أو بهذه القصة الهامة، يجب أن يكون أكثر جديا، يجب أن يكون أكثر شمولة، يقولون تاريخ، يقولون شهادات، لا شهادات أنني سمعت من صديقي الذي خدم في الجيش أن الجيش نفذ هذا العمل ذات، لا نريد إذ نريد إذ أردنا أن يفتح تحقيق شامل. طيب، أن نحقق إنجازات من طيب هذا التحقيق. الآن المنظمة موجودة الآن في إسرائيل، وأنت يعني يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يذهب إلى هذه المنظمة يذهب أو يبحث عن هؤلاء الأشخاص ويمكن أن يجري تحقيق في ذلك الوقت. هل ستقومون بهذه الخطوة؟ هل ستتحدثون لهذه المنظمة بشكل رسمي والتأكد من هذه المعلومات التي جاءت على لسان ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي؟ وهم قالوا أن قادتهم حثوهم على إطلاق النار على المدنيين دون التمييز بين مقاتل أو مدني. نحن كما قلت نحترم كل منظمة حقوقية تقدم لنا قصص من هذا النوع، تقدم لنا دلالات وشهادات من قطاع غزة ومن كل مكان ونحقق فيها،
ولكن يجب على هذه الشكاوى أن تقدم بشكل رسمي وبشكل شمولي وبشكل يمكننا من خلاله أن نحقق فيه. ولكن يبدو بأن هذا المنظمة قدمت هذا التقرير إلى وسائل الإعلام أولا، وبعد ذلك قالت أنها تريد الدفاع عن حقوق هؤلاء الفلسطينيين. نحن ننتقد ذلك، لأن الجيش الإسرائيلي دائما يرفض أي اتهامات. هناك منظمة العفو الدولية، هناك منظمة Human Rights Watch، والآن هذه المنظمة الصمت تأتي بنفس النتائج. وكذلك الواقع على الأرض، مقتل 926 مدني في هذه الحرب، يعني ألا يفسر هذا أن هناك بالفعل أوامر اتبعها الجيش الإسرائيلي بعدم التمييز بين مدني أو مقاتل؟ أولا، نحن نرفض دائما اتهامات توجه إلينا بدون أي بالمنظمات بدون أي حيادية. نحن عندما تحدثنا عن تقرير الأمنستي قلنا إن هذا التقرير ليس فيه من الحيادية، لأنه يتهم إسرائيل وحماس بنفس المقاييس، دولة ديمقراطية مع جيش منظم مع منظمة إرهابية تطلق صواريخ على رؤوس أطفالنا ونسائنا وشيوخنا. هذا أول شيء. الشيء الثاني هو أن إسرائيل شكلت لجان تحقيق داخلية تتعاون مع كل المنظمات الحقوقية التي تريد فعلاً أن تحقق في هذه الملفات، لا أن تحقق فقط إنجازات داخلية عبر وسائل الإعلام. نحن من جانبنا نقول، وأستغل منبر البي بي سي، من لديه شهادات، من لديه دلائل حول ما يسمى بعمليات منهكة للقانون نفذها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي فيقدموها إلى الجهات المعنية، أنا أعدكم بأننا سنحقق في كل هذه الشكاوى. ولكن عندما تقدم شهادات وعندما تصدر تقارير ضدنا بشكل منظم فقط لأغراض داخلية فقط لوسائل الإعلام، فنحن نرفض ذلك تماما. وضحت الفكرة. نحن سنحقق في أي شكوى تقدم إلينا، ونرفض كل شكاوى تقدم إلينا بدون أي حيادية، بدون أي دلالات. شكرا بدون أخي خالد رعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، كنت معنا من تل أبيب. شكرا.